تمام يا اسطى، معلش في حاجة تانية، بس اللي هو في برضه الشيخ بعض الأحيان بيجي من نفسه اللي هو إنه نعم في يعني الشيطان بيجي في دماغي تفكير إنه مثلا لو فعلت ذنب معين بعد التوبة وبعد ما نويت إنه يعني ألتزم والكلام ده، فبيجي شيطان وسواس أحيانا مثلا لو فعلت ذنب معين بيقول لي أنت مثلا مش هت أنت ما تنفعش أصلا تبقى ملتزم، أنت التزم الأول بعد كده أطلق اللحية والوساوس دي. يعني فإيه عفوا، يعني احيانا الشخص يفعل ذنبا ويتوب ويرجع للذنب، فياتي الشيطان يقول انت رجل عاب منافق لا تستغفر، خلاص سيبك من طريق الاستقامه. هذا الكلام خطير، لا تتبع الشيطان فيه، مهما اذنبت استغفر.